معانا على التليفون دلوقتي العمده خير الله مفتاح، عمده قبيله الحداد بمركز براني محافظه مطروح. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا. صباح الخير يا مصر، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، كل سنه وانت طيبه حضرتك. وحضرتك بخير يا فندم. يعني الحقيقه يمكن تابعنا مردود زياره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظه مطروح واجراءه للنقاش وحوار مفتوح، لكن انا حابه اسال حضرتك اكتر على ردود افعال المواطنين يا فندم. لا، أرد أفعال المواطنين كانت الحمد لله مبسوطة جدا وفرحانين بوجود سيادته معانا هنا في مطروح، ودي تقريبا يعني أول زيارة لرئيس جمهورية مصر العربية لمدينة السلوم بتكون زيارة ميدانية مع مفتوحة مع الشعب. الناس كانت مبسوطة جدا جدا جدا، والشعب هنا والأرض في الشارع الناس مبسوطين وبيدعوا لسيادته طول العمر والتوفيق والسداد إن شاء الله، وربنا يوفقه إن شاء الله في خدمة مصر كلها. طيب المشروعات اللي تمت في المحافظه بشكل عام هتعود عليكم ازاي؟ هتستفيدوا منها ازاي؟ الخير والنفع على ابناء محافظه مطروح بالكامل وعلى ابناء وعلى شعب مصر كله. يعني احنا عندنا ايدي عامله من كل المحافظات ومن ابناء مطروح وكله بيستفيد، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب الخير لمصر كلها. من وجهة نظر حضرتك يا فندم ومن خلال متابعتك للمواطنين على أرض الواقع، أكثر المشروعات التنموية اللي كان في احتياجها المواطنين في هذه المنطقة تحديدا يا فندم؟ طبعا يا فندم، دي هي مشروعات تنموية هتشغل الشباب وهتعمل رواج في البلد، زي ما عملت في الضبعة كده. وامبارح الأستاذ إبراهيم كان بيتكلم معانا مع الرئيس إن عملت رواج في مدينة الضبعة، فطبعا رواج تجاري ورواج اقتصادي ورواج استثمار كبير جدا جدا لكل الاهالي في مدينه محافظه مطروح بالكامل. شعبنا العظيم في مصر الحلا. بنشكر حضرتك جزيل الشكر العمده خير الله مفتاح عمده قبيله الحداد مركز براني بمحافظه مطروح، نشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر.